شابتر 11 assessment of breast and lymphatic system، التقييم للثدي والجهاز الليمفاوي، obtaining health history، الحصول على التاريخ الصحي، swelling تورم، لمس يعني كتل، redness احمرار، worms دفء، change in size تغير في الحجم، pain and discharge ألم وإفرازات. B physical examination الفحص الجسماني، inspect the breast for size and symmetry، فحص الثدي للحجم والتماثل، inspect the breast areolas nipples and axilla for any swelling, nodules or ulceration, rashes or infection. يبقى بنفحص الثدي السجين والهالة على جوانب الصدر الاثنين، والنبلز الحلمات، والأكزيلا تحت الإبتين لأي تورم، عقيدات صغيرة and أو قرح أو التهاب طفح جلدي عدوى. Inspect and palpate nipples for any retraction and dryness, bleeding or discharge. هفحص واعمل جس على السجين لأي retraction. كلمة retraction يعني ايه؟ يعني ده نوع من الحلمات. الحلمات عندنا تل يعني في فلات مسطح، وفي الريكتد اللي هي بارزة، وفي ريتراكتد او انفيرتد يعني في منخفصة كده، يبقى او دراينس جفاف في النيبلز، او بليدنج نزيف، او ديستشارج افرازات. طبعا النورمال بتاع الحلمات اللي هو بيبقى الريكتد، بتبقى الحلمة بارزة، لكن العكس بتاعها ريتريكتد او منخفصة او انفيرتد فلات يعني الحلم مسطح. بالبيشن بالبيت ذا بريست فور تيكتشر الستيسيتي اند تمبريتشر هوت ان ذا بريست انديكيتس انفلاميشن. يبقى بنعمل جس للثدي فور لكي الملمس، المرونة، درجة الحرارة، الحرارة في الثدي بتشير الى التهاب. بالبيت بريست اند اكزيلاري لينف نودز فور سويلنج اند ماس، اوبزرف لوكيشن، سايز، شيب، موبيليتي اند كونسيستنسي. تضخم الثديين والغدد الليمفاويه الابيتيه للتورم والكتل، وملاحظه المكان والحجم والشكل والحركه والاتساق. Diagnostic studies for breast and lymphatic system، الدراسات التشخيصية للثدي والجهاز الليمفاوي. breast biopsy عينة الثدي. ماموجرام، الماموجرام ده التصوير الشعاعي للثدي، هو عبارة عن صورة بالأشعة الصينية للثدي. breast ultrasound تصوير الثدي بالموجات الفوق صوتية.